الجلوس في المساجد بعد الصلوات. إن كثيرا من الناس تراه يصلي الجماعة، إذا دخل المسجد أقم الصلاة، هيا إذا طال الإمام إن خلفك الضعيف والمريض والحاجة خفف، من أما بالناس فليخفف. إذا سلم فأول شيء يفعله عينه على حذائه ثم يجري كأنه في حبس. إن الذين بيوتهم المساجد راحتهم وسعادتهم وقرة أعينهم أن يكونوا في بيوت ربهم. إن بيوتي في الأرض المساجد وزواري فيها عمارها، وحق على المزور أن يكرم زائره. دعك من هذا إن قلت ضعيفا وخذ الصحيح. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: من اعتاد المساجد فإن الله يتبشبش له كما يتبشبش أهل الغائب لصاحبهم. من غدا إلى المسجد أو راح أعد الله نزلا، يعني إكراما، كلما غدا أو راح. إن الجلوس في المسجد نعمة. قالوا: لا يزال الشيطان بالرجل حتى يخرجه من المسجد. كأن هدفا من أهداف الشيطان أن يخرجك من المسجد. إخوتي، هلا قطعتم هذا الزراع لكي تستطيع أن تفر إلى الله؟